وحولناها لفكرة أو مشروع ناجح الناس بدأت تقبل عليه، مع إنه في الأصل كان مشروع قديم. بس التطوير في أي مشروع مطلوب. مشروع النهاردة اللي أنا جايبه لك بدون ماكينات أو بدون بيع حتى أي منتجات، لمجرد إن أنت عندك شقة إيجار جديد، مش بتاعتك، شقة إيجار جديد في مكان حيوي في أغلى مكان، الشقة دي ممكن تدخل لك 12,000 جنيه، وده صافي الربح بعد مصاريف المشروع بتاعنا النهاردة. وصدقني حتى لو انت ما عندكش خبرة، السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج بيزنس مصر. مشروعنا النهاردة باختصار إنك هتفتح دار رعاية أطفال أو حضانة أطفال. قبل ما تخرج من الفيديو أنا بوعدك، قبل ما تخرج أهو، إن أنا جايب لك المشروع النهاردة بضوابط تخليك حتى لو أنت ما عندكش خبرة في المشروع تخليك تتشجع إنك تفتح مشروع زي دوت. طيب بالنسبة للضوابط اللي أنت جايبها لي، أنا النهاردة جايب لك ضوابط دقيقة جدا، والناس المتخصصين اللي هيبداوا ينجحوا لك مشروع زي ده، عشان انت طبعا ما عندكش خبره فيه، والبرنامج والانشطه وكمان ادوات المشروع كلها مرتبطه ببعض. طيب بالنسبه لادوات المشروع، لازم يبقى عندك شقه. الشقه دي تجيبها قانون جديد، تكون مساحتها 100 متر وتكون في الدور الاول، ما تكونش في الدور الثاني او في الدور الثالث، عشان يشترط ترخيص دار رعايه الاطفال او الحضانه عشان تطلع له ترخيص. لازم تخلي بالك من النقطه دي، انك الشقه اللي جايبها بتاعتك او ايجار جديد تبقى في الدور الاول. لازم الشقة دي تفرشها بالكامل بالفوم. الفوم اللي حضراتكم شايفينه دوت اللي بيتفرش في الارض، بيبقى فوم الوان كده بيشد الجاذبية بتاعت الانظار للاطفال، وفي نفس الوقت بيحمي الاطفال من اي اصطدامات، لان الاطفال في دار الرعاية او في اي مكان غير المنزل بيبدأوا ان هم يتنططوا ويفرغوا الطاقة بتاعتهم. فاي طفل ممكن معرض ان هو يقع او حد يزق حد، يقع على الفوم دوت ما يتعورش او ما يتخدش، يعني ما يتأذاش باي شكل ما. لازم ان انت تجيب الالعاب، الالعاب اللي هي البدائية للاطفال، زي مثلا العربيات اللي بتتركب، الحصينة الصغيرة، الحاجات اللي هي بتتنفخ، المنفوخات دي، الحاجات دي بتشد الاطفال بشكل كبير جدا. لازم كمان يبقى عندك حد من حديث التخرج بتاع كليات رياض الاطفال. طبعا حديث التخرج دول هيبقوا لسه متخرجين، طبعا عايزين ان هم يشتغلوا. اكتر اماكن بيشتغلوا فيها الاماكن دي اللي هي الحضانات او دار الرعاية بتاعت الاطفال. لازم كمان تستعين بست كبيرة كده تبقى الناني، مش شرط تكون ست كبيرة، يعني اي ست مثلا التعليم بتاعها على قدها، اشتغلت في المجال ده قبل كده، تبدأ ان انت تستعين بيها. دي شغلتها ايه؟ شغلتها هتبقى للاطفال الصغيرين اللي هم من 4 شهور لحد مثلا سنة او سنة ونص، عشان بيبدأوا ان هم العياط بتاعهم بيبقى كتير. الناني بتبقى شغلتها ان هي بتبقى ملمة بقى بالقصة دي، اللي هي تهديهم وتبدأ ان هي تنيمهم. وفي بعض الاطفال بيبقوا طبعا محتاجين تغيير حفاضات، الناني بتقوم بكل ده. طيب بالنسبة لخريجي الرياض الاطفال اللي هي التيتشر، التيتشر دي بتقوم على التعليم، بتديهم زي الانشطه كده، الانشطه اللي هي تنميه المهارات والمعاد بتاع الوجبات الهيلسي، بتعرفهم ازاي يقعدوا، ازاي ياكلوا، المواعيد بتاعت، بتنظم المواعيد بتاعت الوجبات بتاعتهم، بتعلمهم تلوين الفواكه وتلوين الحيوانات. في بعض المجلات لازم انت برضو يبقى عندك في الحضانه مجلات كده اللي هي بيبقى فيها الحيوانات بالابيض واسود، ويبداوا الاطفال يلونوا الحاجات دي. وكل طفل طبعا بيجي بالالوان بتاعته وبيجي بالادوات المكتبيه بتاعته. لازم يبقى عندك التيتشر ده تشترط عليها ان هي تحفظهم القران، ولو جبت لهم حد محفظه قران مخصوص، يبقى انت كده ما بترهقش التيتشر، بتخليها تديهم المواد دي بالاجنبي، زائد ان هم بيحفظوا القران او بيتعرفوا على النصوص والايات القرانيه بشكل مستمر. تبدا ان انت تمهدهم فكريا. اي ولي امر شاف ابنه دخل الحضانة وبدأ ان هو ينطق قرآن او ينطق اي كلمات باللغة الانجليزية، هيبدأ يعرف ان هو سايبه في مكان امين، ومش مجرد ان هو سايبه سايب طفل في اي مكان وخلاص، لا، ده سايبه بيتعلم وبيتوعى والمهارات بتاعته بتتنمى. ده غير ان انت لازم تهتم بادوات التعقيم اللي هي الكحولات والحاجات الجل، الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال، عشان ما تهريش ايادي الاطفال. لازم تهتم بادوات التعقيم بشكل كبير. طيب احنا كده جمع
معنى ادوات المشروع؟ لا، ده انت نسيت حاجه مهمه جدا، وهو ترخيص ممارسه انك تفتح دار رعايه الاطفال. طيب هستخرج الترخيص دوت منين؟ هتستخرجه من مديريه التضامن الاجتماعي على حسب بلدك. بقى شوف انت بلدك فين، هتلاقي كل بلد فيها مدير لمديريه التضامن الاجتماعي، ديوان المديريه، تروح له وتقول لهم انا عايز افتح دار رعايه اطفال او حضانه، هيبداوا يقولوا لك الشروط بتاعتهم وتستخرج الترخيص بمنتهى السهوله. دي بالنسبه للانشطه بتاعت الحضانه او دار رعايه الاطفال وادوات المشروع. طيب بالنسبه للارباح اللي انت وعدتيني بيها من شويه، اللي انا ممكن اجني من مشروع زي دوت 12000 جنيه كل شهر، ازاي المبلغ ده هيعود عليا؟ بص يا سيدي، انت لو جمعت 20 طفل النهارده، السعر الشهريه بتاعت الاطفال السائده من 400 جنيه ل 1500 جنيه. طيب بتتحدد على اساس ايه؟ بتتحدد على اساس عدد المواد والمناهج والأنشطة والمهارات اللي هو بيتنمى عليها. يعني في حضانات المستوى بتاعها عالي جدا، تبدأ تدي لك مثلا رياضات كاراتيه أو جودو أو جمباز أو سباحة، بتبدأ توديهم نوادي، دي حضانات بتبقى على مستوى عالي. لا، احنا عايزين نعمل الحضانة بتاعتنا على مستوى للوسطاء، ما تبقاش عالية قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش متدنية، عشان برضو أبدأ ان انا أوفر فيها أنشطة أميز بيها الحضانة اللي انا فاتحها، وفي نفس الوقت ما يبقاش برضو المستوى بتاعي قليل. اي ام او اي اب جاي يسيب ابنه او بنته يبدأ ان هو يطمن انه مش سايبه وخلاص، لا سايبه بيتعلم. طيب بالنسبة للاعمار بتاعت الاطفال اللي انا هبدأ استقبلها عندي في المكان، الاعمار من سن 4 شهور لست سنين، دي كل الحضانات ماشية بالمبدأ ده، بتاخد الاعمار الاطفال من 4 شهور لست سنين. طبعا المبلغ انا قلت لك المبلغ في الحضانات بيبدأ من 400 جنيه ل 1500 جنيه. لا، احنا هنشتغل بالمستوى المتوسط عشان احنا هنشتغل للوسطاء. طيب مبلغ الشهري هتحدده بكام؟ هتحدده على حسب عمر الطفل، بس في الوسط هتحدد 800 جنيه دوت سعر الشهرية بتاعت الطفل. طبعا الحضانة بتفتح على حسب ايام الاسبوع، بتقفل جمعة وسبت وبتفتح من يوم الحد لحد يوم الخميس، يعني بما يعادل 5 ايام في الاسبوع، يعني بما يعادل مثلا 20 او 22 يوم في الشهر، و8 ايام اجازة، يعني كأنك فاتح مصلحة حكومية او شركة خاصة في حضانة صغيرة. حضور 20 طفل في 800 جنيه هيجيبوا لك 16000 جنيه لمجرد ان انت استضفت 20 طفل. بص انا مش هقول لك ان انت اول ما تفتح هتستضيف 20 طفل، ممكن اول ما تفتح مثلا تبدأ ب8 ب10، بعد كده الحضانة على فكرة اكتر حاجة بتشهرها الناس اللي فيها، لما تعامل الناس اللي فيها التمانية اللي فيها تعاملهم كويس، اهاليهم بتجيب ناس تانية، اهاليهم ممكن التمانية دول يجيبوا لك 16، يجيبوا لك 20، يجيبوا لك 25. انت خلي الحد الاقصى بتاعك على حسب مساحة المكان، خلي الحد الاقصى بتاعك 20 طفل، عشان برضو العدد الناس اللي بيقوموا على نجاح المكان زي التيتشارات وزي الناني يبدأوا ان هم يسيطروا على المكان كله ويسيطروا على عدد الاطفال، والرعاية تبقى شاملهم بشكل جيد. 20 طفل بمبلغ 16000 جنيه لمجرد ان انت خدت 800 جنيه كل شهر من كل طفل، سواء ولد او سواء بنته. طبعا انا بقول لك الاعمار بتزيد بتقلل وبتكتر نسبة الشهرية. طيب بالنسبة لل 16000 جنيه دول مش كل الربح، احنا هنخصم منهم 2000 جنيه، ده تمن الشقة، تمن ايجار الشقة في الشهر 2000 جنيه، غير 100 جنيه نور و100 جنيه مية و1000 جنيه ده المرتب بتاع التيتشر اللي هي خريجة رياض الاطفال اللي هتبدأ تدي تنمي مهارات الاطفال وتديهم مناهج بسيطة كده، تبدأ تنطق او تنمي النطق عندهم، هتديها 1000 جنيه في الشهر، زائد 800 جنيه للناني اللي هي جاية بتراعي الاطفال الرعاية الشخصية، المبالغ دي كلها هيخصموا معاك 4000 جنيه، هتخصم 4000 جنيه لمجرد ان انت بتخصم 2000 جنيه ايجار و100 جنيه 200 جنيه نور وميه، 100 جنيه و100 جنيه 1000 جنيه تيتشر، ال 800 جنيه للناني للرعاية. كل الحاجات دي هتكلفك كام؟ هتكلفك 4000 جنيه، من ال 16000 جنيه اللي انت بتجنيهم كل شهر هيتفضل لك 12000 جنيه دول بتوعك انت، بعد الايجار وبعد المصاريف وبعد المرتبات وبعد كل حاجة. طبعا ال 12000 جنيه دول ولا
وارد ان هم مثلا ينقصوا 300-400 جنيه للتراوح بتاع الزيادات بتاعه النور وبتاعه الميه. ممكن مثلا حصل تلفيات صغيره في الكهرباء، حصل تلفيات صغيره في المصابيح، اللمبات بتاعه المكان تبدا ان انت تغيرها. يعني ال 12000 جنيه دول متوقع ان هم يقلوا 300-400 جنيه، دي صيانه المكان بس، هي دي مصاريف المكان لمجرد ان انت فتحت دار رعايه اطفال. طيب انت النهارده وعدتني ب 20 طفل، انا بقول لك ان انت اول ما تفتح المشروع مش هتفتح على 20 على طول، لو عملت دعايه على الميديا كويس هتفتح بال 20 طفل، وهيجي لك كمان اكتر من 20، هيجي لك حوالي 40 طفل لو عملت دعايه عن طريق الفيسبوك وعن طريق السوشيال ميديا كويس وعملت اعلانات مموله، هيجي لك اطفال كتير. لكن لو انت مش حابب القصه بتاعت الاعلانات وعايز ان انت تبدا بدايه بسيطة كده على قدك، هتبدأ بأطفال بسيطة، والأطفال البسيطة لما يتعاملوا معاملة كويسة هيبدأوا ان هم يجيبوا لك ناس غيرهم. والحاجات الجميلة بقى اللي بتفرح بيها الأهالي وبتخليها متمسكة بالمكان بتاعك على طول، اللي انت بتحتفل بعيد ميلاد اي طفل، تاخد تاريخ ميلاد اي طفل كده وتبدأ ان انت في كل عيد ميلاده تجيب له تورتاية وتخليه يحتفل مع الاطفال كلها. ويا سلام كمان لو جبت والده ووالدته تقول لهم عيد ميلاد الطفل ده عندنا. التورتاية هتكلفك كم؟ هتكلفك 100 جنيه لمجرد بس ان انت صرفت 100 جنيه وشوية 50 جنيه حلويات كده للاطفال، كسبت ثقة وكسبت حب الوالد والوالدة بتوع الطفل دول. وطبعا ده طبعا عيد الميلاد ما بيتعملش كل شهر، عيد الميلاد بيتعمل كل سنة. زائد ان انت في الاعياد كمان والمواسم السنوية اللي هي مثلا اعياد الاعياد الربيع والحاجات دي، بتجيب لهم انشطة تناسب كل عيد، زي عيد العمال، عيد 6 اكتوبر، الانشطة مثلا عيد الربيع، كل عيد تجيب لهم الانشطة اللي تناسب العيد ده عشان تركز وتبرز في ذهنهم الاعياد السنوية بتاعة السنة. يبدأ الطفل عارف الاعياد السنوية دي برضو من ضمن المهارات. زائد ان انت ممكن تجيب له تيتشر للانجليزي بالاخص، يعني تجيب له تيتشر مدرسة انجليزي، ممكن دي تكلفك 1000 جنيه وتخصم 1000 جنيه من ال 12000 جنيه اللي انا وعدتك بيهم، بس في سبيل اللي هي هتعلمهم لغة. صدقوني يا جماعة هتفرق مع اولياء الامور بشكل كبير جدا، بالاخص لما ولي امر كده يشوف ابنه بيتكلم انجليزي او بيبدا يتكلم انجليزي كده مكسر، هيفرق معاه بشكل كبير، بالاخص كمان واولياء الامور اللي عايزين يدخلهم اولادهم مدارس لغات. وبكده يبقى المشروع بتاعي انتهى وخلص. لو عجبك المشروع دوس سبسكرايب بسرعه، يلا دوس سبسكرايب ولايك وشير بقى في كل مكان، في الواتس وفي الفيس وفي الانستجرام وفي التليجرام، شير الفيديو ده في كل الاماكن اللي تخصك، لعل وعسى يفيد اي شاب عايز يفتح مشروع سهل كده وبدون خبره ويبدا ان هو يلم الامور ويلم الدنيا بسرعه. استودعكم في رعايه الله واشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.